السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التحية. المرأة الحامل هي تغذيتها هي تغذية عادية مثل جميع الناس، بعض الاحتياجات اللي كتزاد شوية بحال الحديد وبعض الاملاح المعدنية اللي خص كيتزاد شي شوية، لهنا حتى شوية كالسيوم، بعض الفيتامينات، لان طبعا كاين جنين وكاين مخلوق اخر كيبدا كيتكون، كتكون الاحتياجات كتزاد شي شويه. ولكن اللي كيف ما كان الحال الناس كيبغيو وصفات، ولكن كما اقول انا ما عنديش وصفات، انما عندي نمط عيش، لان هاد الوصفات كتخلي الناس يعماو، يعني كيوليو يشوفوا غير ديك الوصفه وكتخليهم يضيقوا، يعني ما كي الثقافه ديالهم تضيق، يعني ربما خاص الناس يوسعوا، ربما واحد الشخص يكون عارف بعض الاشياء ملي يسمع النصيحه يخليها يمشي يتبع ديك النصيحه، وربما الاشياء اللي عارفها هو احسن من ديك النصيحه اللي غيسمع. فالمراه الحامل التغذيه ديالها ملي تحمل البنت، ملي تحمل خاص اول حاجه هي الاكل في المنزل والاكل طبيعي وطبخ طبيعي بزيت الزيتون. علاش؟ لان الجسم ديالها خاص الامتصاص ديالو يكون عالي باش ما يكونش نقص عند التكون ديال الجنين، ما يكونش نقص عندها هي بعدا، لان كيلاحظوا النساء ان الشعر ديالهم كيبدا يطيح، ان يعني كيبداو يعياو، وطبعا لان يعني الخصوص في الطور الاخير، طور المتقله اللي كنسموها احنا المتقله في يعني في باللغه العربيه. هذا المساله هذه، يعني ملي كتقل كتولي البطن ديالها كيبدا يتشقق وكتولي تعيا، ما كتبقاش تنعس مزيان، وكتبقى في الليل تقلب كل نص ساعه ولا كل ربع ساعه. هذه اشياء عاديه، ما خصش النساء يتخلعوا منها، خصوصا اللي كيحملوا اول مره، ما خصهمش كاع يتخلعوا منها، هذه امور عاديه. الالام ديال اسفل البطن ملي كتكون المراه حامله عادي، لان الوالد كتبدا تتمدد وذاك الجنين كيبدا يكبر، كتبدا تحس مره حريق ولا الام عادي جدا عادي. كاين بعض المفاهيم الخاطئه اللي نبغيو نصححوها معاك الا سمحتي دكتور. دائما كنسمعوا بان المراه الحامله راه كتاكل جوج، هل هذا صحيح؟ كذب. هو المراه الحامل تاكل اقل وكتستفد اكثر. لماذا؟ لان صحيح لهذا القضيه هذه ديال الاحتياجات ديال الطفل، ولكن ماشي شي احتياجات كبيره، لان بعدا حنا راه حنا كناكلوا كثير، هاد الكميه اللي كياكلوا الناس راها كثيره، راه خصهم يعرفوا هاد القضيه. دابا الانسان يقدر يعيش بجوج الوجبات، والانسان يقدر يعيش بوجبه الفطور فقط، لان الناس راه كياكلوا بزاف، راه كاين الطاقه، ما بقاش مشكل ديال الطاقه، ما بقاش قضيه المجاعه، ما بقاش المسائل ديال النقص. اللي حاصل الان هو نقص في الامتصاص، ان المواد، طبيعه المواد اللي كياكلوا الناس ولاو فيها بعض المثبطات اللي كيحبسوا الامتصاص، اللي كنسميهم لي زونتينيترينون. نرجعوا لهاد المراه الحامل، نتكلموا على الفتره اللي الوقت ما يسمحش، الفتره الاولى ديال الوحم كيبداو يتخلعوا الناس، ما كالتش ثلاث ايام واللي كالتها تردها، وخاصها تاكل شي حاجه، هذيك خاصها تاكل شي حاجه، خاصهم يسحبوها من دماغاتهم. ان الله اللي خلق الخلق، وان الله سبحانه وتعالى هذا المولود خلقه، وان الله هو اللي خلق هذه المراه هذه اللي حامله، ما يبقاوش الناس يتفضلوا عليها ويبقاو يعطيوها اشياء اخرى، لانها ماشي محرك وماشي اله. هذه خليوها، بالعكس هذيك الفتره تنسمعوا ايضا بان المراه الحامل كخصها تاكل خمسه د الوجبات الى ما اكثر، كان سمعت اكثر من خمسه د الوجبات، هذا صحيح هذا المفهوم؟ لا، اللي كاع الناس اللي كيتكلموا على خمسه د الوجبات هم ما درسوش علم التغذيه، وهم لا يعلمون شيئا في علم التغذيه ولا في فيزيولوجيا الغذائيه. الناس، انا شخصيا سمعت غير هذا الاسبوع اللي فات، سمعت محطات كيتكلموا على خمس وجبات وانهم كيصحوا لنا احنا ثلاثه الوجبات. نعم، يعني وهذا خاطئ، تيولي الناس اللي ما عندهمش علم تيوليو يصحوا الناس اللي عندهم علم. حنا عندنا في علم التغذيه وجبتان، وحتى لكولاسيون ما عندناش، مع العشره ومع الاربعه ما عندناش حنا في علم التغذيه. ولكن هذه القضيه ديال خمسه الوجبات، الناس يتقوا الله، هذه راه ماشي نصائح، ولكن الناس يتقوا الله. اللي عنده علم نعم، ولكن ما نظنش انا انسان يكون عنده علم يكذب على الناس، لا اظن. ولكن خمسه الوجبات الناس يمين على مصدر المعلومه، منين خدمت خمسه الوجبات كاينين في حاله وحده هي ديال السكري. نعم، صحاب السكري خصهم وجبات قليله وربما تكون متردده في اليوم. علاش؟ لان باش ما يديروش البوست برونديال، باش ذاك السكر ما يطلعش لهم بعد ما ياخذوا واحد الوجبه كبيره، هذا فقط. اما المراه الحامل تاكل بحالها بحال الناس، الاشهر الاولى كما قلت ديال الوحم عادي، غدا المراه تكون تقيؤات، عادي المراه غدا يتروع، عادي المراه غدا الفيزيولوجي ديالها تبدا تحول. علاش؟ لان لادابتاسيون خاصها تدوز من هذاك الوحم،
خاصها تدوز منه، غير فقط إذا ما قدرتش تاكل تشرب الماء بزاف. والحاجة اللي تشهاتها كيجي كيلاحظوا على أنك تشهى الحاجة ولكن ملي كتذوقها ما كتاكلهاش. نعم. يعني ما يتخلعوش، المهم غير الناس ما يتخلعوش على المرأة ملي يلاه تحمل أول حمل وكيكونوا ما عارفينش شنو اللحم وما عارفينش شنو الحمل، كيبداو يتخلعوا شي غادي للسبيطار شي غادي للمستعجلات. بعض المرات حتى الأطباء كيعرقلوهم بعض الحالات اللي ما خصهمش كاع يجيو للمستعجلات. نعم. هاد السيدة تشرب الماء بكثرة، تشرب الماء بكثرة وتحاول تاخذ مسائل سائلة بحال العصير بحال أشياء هكا، وتاخذ الفواكه لأن الفواكه هي حامضة والفواكه شوية كتكبح هذاك الردان. بعد فترة ديال اللحم المرأة خاصة المواد اللي غنية بحمض الفوليك. حمض الفوليك كاين في جميع النبات وخصوص الخضار الخضراء والأوراق الخضراء والقطاني. كاين في الحمص والعدس والفول واللوبيا، هادو كاع كلهم غنيين بالحمض الفوليك، وأغنى قطاني أغناهم هو الحمص. الحمص فيه حمض الفوليك أكثر من الفول، ولكن كلهم فيهم حمض الفوليك. وكاين في الأوراق الخضراء بحال الخس بحال السلطات، وكاين في الخضار، وكاين في بعض المنتوجات اللي عندنا دابا. شنو الفائدة ديال حمض الفوليك بالنسبة للمرأة الحاملة؟ حمض الفوليك اولا كيساعد على الاستقلاب باش الجسم ياخذ طاقه. ثانيا هو اللي كيدير التكوين ديال المخ عند الطفل عند الجنين. نعم. الجنين كيساعد على تكوين الخلايا ديال المخ هذوك النورون، وحمض الفوليك كيبني الجسم. علاش؟ لانه هو اللي يقوم باستقلاب استخراج الطاقه من السكريات ومن الدهون. وحمض الفوليك ماشي غير المراه الحامل، حمض الفوليك مزيان لجميع الناس، خصوص الناس اللي كيركزوا، خصوص الناس اللي عندهم السكري، وخصوص نساء الحوامل، الناس اللي عندهم مناعه منخفضه. نعم. هادو خصهم يعني حمض الفوليك. هذه الفتره كثر المراه تاخذ القطاني، تاكل الطبخ المنزل والطبخ بزيت الزيتون، وتغمس تاخذ زيت الزيتون تفطر به. زيت الزيتون جيد للمرأة الحامل ومكون أساسي، وتأخذ التمر الفواكه الجافة التمر والتين. علاش؟ لأن غادي تولي دير هذاك الإمساك. النساء الحوامل كيديروا إمساك. نعم. علاش كيديروا إمساك؟ لأن ملي كيبدا البطن ملي كيبدا الجنين كيكبر كيضغط على هذوك الأمعاء وكيولي الأكل ديالها قليل، خاصة تكثر من شرب الماء والألياف. تاكل خبز بالنخالة، وتاكل شعير، تاكل خضر، تاكل قطاني، وتاكل الفواكه جافة مثل التمر والتين، وحتى اللوز والقريع مزيانين للمرأة الحامل. علاش؟ لأن فيهم أملاح وفيهم طاقة، يعني اللوز فيه طاقة كثيرة بالنسبة للمرأة الحامل. ثم الأشياء من اللي ربما نتكلم على المرضع من بعد إن شاء الله، ولكن المرأة الحامل في الفترة الأخيرة ديالها ملي كدير الشهر الثامن والتاسع. نعم. تكثر من شرب الماء، تكثر من شرب الماء. كنسمع أنا أيضا كيقولوا لهم كثروا من أكل البصل. هذه نصائح شارده. كنحاولوا نصححوا بعض المفاهيم الخاطئه. نعم. والله جزاك الله خيرا. يعني جزاك الله خيرا، لان بالعكس ملي كتقولي هذا الشيء هذا كيستافدوا الناس اكثر. علاش؟ لان خاص انا ما فراسيش هذه القضيه البصله، سمعتها غير مره، ولكن في الحقيقه السيدات يعني كثير من السيدات ما كيستحملوش اكل البصل، وخصوصا في هذه الفتره كيبززوا على راسهم. قال لك لانه مزيان. لا، انها كتقوي القلب. جميع الخضار. نعم. جميع الخضار جيده السيدة الحاملة، غير تغسل الخضرة مزيان. تغسل، لكن المبيدات، مشكل المبيدات ربما يكون تشوه خلقي. غير يغسلوا الخضرة مزيان ويكثروا الفواكه. الفواكه أحسن من الخضار للمرأة الحاملة، وياكلوا هذه المسائل اللي قلت، يعني الفواكه الجافة، منهم اللوز والقرقع والتمر والشريحة، منهم القطاني، الفول، الحمص، تخير هي اللي بغات اللي عجبها، منهم السمك، الحوت، عوض اللحم تاكل الحوت. يعني علاش؟ لأن الحوت فيه حمض الأوميغا 3 وفيه الكالسيوم، فيه أملاح جيدة، يعني حمض الأوميغا 3 وفيتامين دي، يعني هذو مزيانين المرأة الحامل. والفيتامين دي إذا كانت ناقصة عند المرأة الحاملة راه ما تولدش طبيعي. نعم. ما تقدرش تولد، لأن لا ديليفرونس، هذه يعني ملي كتبغي تخرج الجنين إلا ما كانش القوة ديال الجسم ومنهم لحم فيتامين دي، خاص الفيتامين دي تكون يعني مستوى ديالها عادي ولا جيد، يعني فوق 72. هاد النساء اللي عندهم فيتامين دي ناقصة كيكون الجسم ديالها بعدا مرخي، كتكون عيانة، ما غاداش تقدر تولد طبعا. وهذه خاص الطبيب يكون عارف قبل، خاص يكون عارف التحليله ديال الفيتامين دي، وعارف التحاليل الكيماويه، وعارف الحاله ديالها، باش ما يتسناش الطبيب حتى تهلك المراه. باش الا كانت المراه غادا تولد بعمليه يتوكلوا على الله. على ذكر دكتور الفيتامين دي، وحنا مركزين اليوم على الحمل في سن متاخر، واش عنده نعم. علاقه؟ نعم، كاين حتى بعض النصائح، ناس كيخلعوا بعض السيدات ولا بعض البنات اللي تعطلوا مثلا حتى 35 40 عاد تزوجوا، تقول لي مراه لما ولدتوش بالسرعه راه غادي تزاد عندكم تشوه خلقي. حالات نادره جدا كاينه، ولكن نادره جدا. كاينين بنات تزوجوا على 45 عام وولدوا ثلاث اولاد وولدوهم عاديين ومزيانين. غير هذه المسائل اللي كتخلع الناس خصوص الصحه، لان الناس الصحه ديالهم كيتصنتوا، ماشي طبعا هذه القضيه ديال الزواج
الزواج في السن المتاخره ما كاين حتى مشكل، يتزوجوا الناس بارك الله لهم ان شاء الله وما يكون حتى مشكل، ما يتخلعوا ما والو، ممكن يولدوا. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلق ماشي بنادم، يعني ما يبقاوش يخلعوا الناس. وهذه القضيه هذه ديال كل وصله ولا كل هذه ولا كل هذه ما كايناش. المراه الحامل ممنوع عليها الحلبه وحبه حلاوه والنافع والكرويه وحب رشاد. نعم. والسانوش هذوك الحبوب اللي فيهم فيتوستروجينات. نعم. اللي فيهم هرمونات ممنوعين على المراه الحامل، لان الحلبه اذا كانت المراه بكثره الحلبه وحب رشاد والسانوش وحبه حلاوه والنافع والكرويه، هذه اللائحه هذه اللي كثرت من المراه ربما دير اجهاض. احنا يلا تكلمنا عليها في فقره الجمال وقلنا الحلبه ما تستعملها حتى تولد حتى من بعد الحلب. نعم، لان هي سماوها الحلبه جايه من الحليب، لان هي كتزيد في الحليب، وحتى النصيحه ديال الحلبه كتغير مذاق الحليب للطفل كذب، لان خص المراه تاكل 100 غرام بالحلبة عاد الطعم ديال الحليب يتغير. خليونا على الاقل يخليو الناس اللي دايرين ابحاث ويخليو الناس اللي عندهم ارقام يتكلموا، ماشي عام تكثرش الحلبة. المراه الا كانت ملعقه ديال الحلبة في اليوم كبيره، نص ملعقه كافيه للمراه، نص ملعقه كبيره كافيه، نص ملعقه لا تغير طعم الحليب، وهي جيده للطفل. هي الحلبة جيدة للطفل كذلك للرضيع. علاش؟ لأن الحلبة كتزيد في الامتصاص، هذاك الشيء باش العيالات كيتهموها كتغلط. هي ماشي كتغلط، غير كتزيد في الامتصاص. علاش؟ لأن كتحفز القولون، على مستوى القولون كتحفز الامتصاص، خاصة تاكل هذه الحبوب هذو، حبوب الكتان والحلبة وحب الرشاد والسانوج وحب الكروية. علاش؟ في هذو غنيين بالفيتوستروجينات، ولكن المرأة الحامل ممنوع لها، والمرأة الحامل ممنوع لها حتى الأزير. بعد الاعشاب من نمر الازير، الازير ممنوع، هذوك الزيوت الطياره ممنوعه، هذوك الزيوت العطريه ممنوعه على المراه الحامل، لانها كدير بعض التشوهات الخلقيه عند الطفل وما خصهاش تكون في التغذيه ديالها. ولكن اذا بغات ترضع، لان كاينين دابا بزاف العيالات كيولدوا ما يرضعوش، يعني كل شيء النساء ممكن ترضع، ولكن بشرط الا حملت تحدث المواد الصناعيه باش الفيزيولوجيا ديالها تستعد للرضاعة وما يكونش تشوه خلقي ان شاء الله عند الجميع. هذا الشيء اللي كنتمناه باذن الله. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الفايد.